القاعدة العشرون: المعتوه كالصبي العاقل في أحكامه. أو هذه قاعدة عظيمة أيضا في الفقه، المعتوه له أحكام الصبي، المعتوه له أحكام الصبي، لا يطالب بالواجبات الشرعية، فإن أداها إيش؟ قبلت منه وأثيب إيش؟ وأثيب عليها، ولا يحاسب على المنهيات الشرعية المعتوه، لكن إذا ترتب عليها ضرر ها يضمن هنا. إذن نعيد: المعتوه كيش؟ كالصبي في الأحكام الشرعية، هذه قاعدة تندرج تحتها عشرات المسائل. فالمعتوه غير مكلف بالأوامر والأحكام الشرعية، لكن إن أداها فهو إيش؟ يؤجر عليها. وإذا حصل منه أمر محرم فإنه لا يعاقب إلا إذا ترتب من ذلك ضرر. نعم، المعتوه هو يعني الذي به مس من الجنون لكن عنده نوع من الإدراك، فالجنون هنا لم يطبق عليه إطباقا كليا، لأن الجنون له ثلاثة حالات: حالة المعتوه، وهذه أخفها، يكون عنده نوع من الإدراك ونوع من العقل ويعرف أن هذا شيء يضر به، وعنده بعض الإلماء. النوع الثاني وهو الذي يطبق الجنون كليا أحيانا ويفوق أحيانا، فهذا في حالة إطباق الجنون فيعامل معاملة إيش؟ المجنون. وإذا ارتفع عنه الجنون يعامل معاملة إيش؟ المعتوه ولا السوي؟ السوي. والحالة الثالثة وهي الجنون المطبق. نعم.